مساء الخير الحضور الكرام، مساء الورد، مساء الفل، مساء الياسمين، مساء المحبة والفن كذلك، مساء الشباب. سعيد جدا أن أتواجد معكم في هذه التظاهرة الفريدة جدا التي تتوج لأشغال الورشات التي بطبيعة الحال تكون في إطار برنامج أو مشروع أوراش الذي أطلقته الحكومة المغربية بطبيعة الحال من أجل خلق فرص الشغل وكذلك يعني تكوين وتأهيل الشباب في المجالات الفنية والاجتماعية المختلفة. فأنوه بجميع الفاعلين وكذلك الناس الذين سهروا على التأطير وعلى التنظيم من أجل احتضان شباب مدينة ترودانت إطار هذا المشروع أوراش اللي طبيعة الحال لابد أنه سيثمر فنانين وموهوبين وفعاليات التي سيبرز صداها وسيسطع نورها إن شاء الله مستقبلا. فهنيئا لكم وهنيئا لنا بكم بهذا المستوى وبهذا يعني الروح من أجل تفعيل وكذلك تأهيل الشباب أنه يأخذ الفرصة دياله في المجالات اللي كيعشق. فأنا أنوي كذلك باستفتاح، وأنا أعرفه شخصيا رجل محب للفن، فنان في طبعه وروحه وحتى في الحياة دياله وفنان، فلا يبخل لا المعلومات والتجربة والحنكة ديالو في هذا المجال، أكيد أنه قد يكون عطاها لهذا الشباب. وكذلك لا يفوتني أن أشكر السي محمد مهارسي اللي بطبيعة الحال هو دائما يشجع ويدعم ويساند جميع المبادرات التي فيها خير لهذه المدينة وخير لهذا الشباب. وأقول لكم جميعا شكرا لكم ومزيدا من التألق والعطاء. شكرا لكم. أحباب الشباب الروداني الشرقي والعربي والصحراوي الشمالي والجنوبي، مرحبا بكم، ألف مرحبا. مرحبا بنا عندكم وزيادي. شباب لي دارين مرحبا بكم. خلي كيدير الموسيقى واللي ما كيديرها والفنانة مرحبا بكم. أصطغيت ما في مدينة الخيرة ويا ترودانت يا بلادي عليك نمو. يلا ميزان زيد شوية.
شكرا.